العنوان خير بمناسبة هذه الأيام المباركة وقرب نهاية شهر رمضان. نجتمع اليوم وقبل نهاية شهر رمضان الكريم لإعلان أوائل أبنائنا الكبار في الثانوية الأزهرية للقسمين الأدبي والعلمي والشعب الإسلامي. كما تعلمون جميعا الامتحانات هذا العام والعام السابق ولكن هذا العام تحديدا شهدت تطورا كبيرا تابعتموه جيدا. الحمد لله لم يحدث في هذه الامتحانات في اي ماده من المواد عمليه تسهيل لاسئله الامتحان وهو ما يتم قبل بدايه اللجنه. كان يتم عمليات تمرين اثناء اداء الامتحانات يعني لتمكن بعض الطلاب او الطالبات من اخفاء اجهزه صغيره يتم تصوير الورقه اثناء الامتحان وارسالها لتكون على المواقع المشبوهه التي تحاول افساد العمليه التعليميه. ولكن الحمد لله اعتقد اننا تمكنا من تحكيمهم والانتصار عليهم بقدر كبير جدا. فقد تم ضبط العديد من هذه المواقع. عمليات التمرير التي كانت تتم في المواقع التي ظلت عامله لم تعد باي اثر على سير عمليه الامتحانات لانه كان ايضا كما تابعت ما كنا نعلن عنه كان يتم ضبط من قام بعمليه التمرير بعد دقائق. ولذلك هو نفسه لم يتمكن من تلقي الاجابات وهذا اعتقد تم كما تابعته والاسماء موجوده بالمواد في جميع المواد التي حدث فيها عمليات تمرير تقريبا. بالاضافه لان الطلاب لا يحملون اجهزه لاستقراء الاجابات ولذلك كانت عمليات التمرير فقط هي يعني محاولة إيذاء الناس بأن الامتحانات كانت تسرب وأنها موجودة على شبكات التواصل ولكن في الحقيقة الامتحانات كانت تدور بعيدا عن هذا تماما. بالمناسبة يعني أتقدم بالشكر الجزيل لقطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الزميل والأخ العزيز الدكتور محمد أبو زيد الأمين لما قام به من جهود مضنية هو والفريق العامل معه في قطاع المعاهد. كذلك الى زملائنا وابنائنا الذين قاموا بالعمليات المراقبه وضبط عمليه الامتحان وجهودهم حقيقه المقدره والتي تمكنوا من خلالها حتى التغلب على التقنيات الحديثه وتمكنوا من كشف ادق الاجهزه التي استخدمها الطلاب وعرضنا عليكم نماذج منها من قبل المستخدمه في عمليات الغش وهي غايه في التحقيق والدقه. تمكن ابنائنا وزملائنا في من ضبط هذه الاجهزه مع الطلاب ومنع كافه المحاولات التي كانت تسعى لافساد العمليه التعليميه. اعتقد ان الامتحانات للمتابعين وللمنصفين واعتقد انكم تابعتم جيدا امتحانات غير مسبوقه بكل المقاييس سارت بشكل نفخر به. يكفي اننا تمكنا من منع تسريب الاسئله بشكل نهائي ولن يحدث ان شاء الله مره اخرى. نعدكم باذن الله في الامتحانات المقبله ان حتى عمليات التمرير اثناء الامتحانات باذن الله سيقضى عليها وانه لا تراجع بحال من الاحوال عن ضبط الامتحانات والعمليات التعليميه في الازهر ليس للشهادات فقط وانما بدايه من العام المقبل سيعامل الصف الاول الابتدائي معامله الشهاده الثانويه لانه عمليات ضبط الامتحانات وتعويد الطالب على الاعتماد على نفسه لا يمكن ان تؤتي بثمارها الا اذا بدات من بدايه العمليه التعليميه ولذلك باذن الله سنقضي تماما على ثقافه الغش في الازهر باذن الله ولا تراجع عن هذا مع ذلك يعني ابناؤنا تمكنوا من اجتياز هذه الامتحانات
بعضهم حقق درجات كاملة في كافة المواد، مما يعني أن أسئلة كانت في مستويات معقولة. الآن نعلن عليكم أسماء الطلاب الأوائل في الأقسام المختلفة، القسم الأدبي والعلمي والشرعي الإسلامي. وغدا إن شاء الله سيتم إعلان النتيجة بشكل كامل في لكافة أبنائنا الطلاب. إن شاء الله ستعتمد بكرة وستكون على بوابة الأزهر، ثم ترسل إن شاء الله بعد غدا ستكون في الناس إن شاء الله. بالنسبة للقسم الأدبي عام الجامعة 1436 2015 ميلادية، الأول الطالب أحمد طارق عبد الرؤوف عبد العال. أحمد طارق عبد الرؤوف عبد العال من منطقة شمال القاهرة، وحصل على مجموع 617 650 يعني، النسبة 97.94%. الثاني الطالبة رحمة محمد هلال محمد، رحمة محمد هلال محمد منطقة جنوب الجيزة، حصلت على مجموع 603 بنسبة 95.71%. الثالث الطالبة يعني الطالبات ما شاء الله يعني تتفوق، رودينا عادل عبد القادر يوسف، رودينا عادل عبد القادر يوسف من دمياط، حصلت على مجموع أيضا 603. ثلاث مقرر فضيلتك؟ نعم. ثلاث مقرر أيضا مريم سعيد محمد عبد الرحمن حسن، مريم سعيد محمد عبد الرحمن حسن من الشرقية، حصلت على نفس المجموع 603. الخامس طالبة أيضا شاهندة يونس حامد يونس، شاهندة يونس حامد يونس من كفر الشيخ، حصلت على مجموع 602 بنسبة مئوية 95.56%. السادس طالبة ندى خالد محمد هنداوي، ندى خالد محمد هنداوي من شمال القاهرة، حصلت على مجموع 600 نسبة مئوية 95.24%. السابع سارة محمد عبد السلام عبد الدين، سارة محمد عبد السلام عبد الدين من منطقة الإسكندرية، حصلت على مجموع 598 بنسبة 94.92%. الثامن الطالبة فاطمة أحمد السيد حجازي خطاب من منطقة كفر الشيخ، حصلت على مجموع 598 بنسبة 94.92%. التاسع الطالبة نهى سيد محمود، نهى سيد محمود من شمال القاهرة، حصلت على مجموع 598 بنسبة 95.92%. العاشر رفيدة صابر محمد، رفيدة صابر محمد من كفر الشيخ، حصلت على مجموع 597 بنسبة مئوية 94.92%.
76%. نبارك لطلاب القسم العلمي وانصح القسم الادبي يعني وان صح التعبير نقول طالبات يعني ما شاء الله 9 طالبات وطالب يعني تكسب طيب بالنسبه للقسم العلمي الاول الطالب احمد محمود مصطفى محمد احمد محمود مصطفى محمد من منطقه الشرقيه حصل على مجموع 650 بنسبه 100%. يعني مبارك لاحمد محمود مصطفى محمد. الثاني الطالبه وفايده حامد محمود مصطفى ايضا من منطقه الشرقيه حصلت على مجموع 649 بنسبه 99.85% من 100%. الثالث الطالب احمد محمود عبد المنعم سليم منطقه الشرقيه ايضا حصل على مجموع 646 نسبة مئوية 99.38%. الرابع الطالبة حسناء محمد أمين إبراهيم منطقة الشرقية وحصلت على مجموع 646 بنسبة مئوية 99.38%. الخامس الطالبة روضة أحمد السيد أحمد منطقة التقهلية حصلت على مجموع 645 بنسبة مئوية 99.23%. السادس الطالبة آيات إبراهيم علي الأبياني من منطقة الغربية حصلت على مجموع 644 بنسبة مئوية 99.8%. سبعة السابع محمود حلمي مصطفى أحمد من منطقة كفر الشيخ وحصل على مجموع 644 بنسبة مئوية 99.8%. الثامن الطالبة إسراء فرج محمد أحمد خضر من منطقة الشرقية حصلت على مجموع 643 بنسبة مئوية 98.92%. تاسع الطالبة أمينة رضا عبد العزيز غنيم منطقة الغربية حصلت على مجموع 643 بنسبة مئوية 98.92%. العاشر الطالب محمود أحمد عباس حلمي منطقة الغربية حصل على مجموع 643 بنسبة مئوية 98.92%. يعني مقرب ايضا. عندنا 6 طالبات و4 طلاب يعني قسم العلم والطلاب شد خيرهم شويه لكن بقي التفوق للطالبات. اوائل الجمهوريه للشعب الاسلامي. الاول أسامة إبراهيم محمد أحمد إسماعيل حصل على 642
بنسبة مئوية 95.82%. الثاني الطالب محمود حمدي إسماعيل إبراهيم، محمود حمدي إسماعيل إبراهيم من منطقة شمال القاهرة، الأول كان من منطقة الشرقية، حصل على مجموع 642 بنسبة مئوية 95.82%. الثالث الطالب سليمان مصطفى سليمان عبد الرحمن من الشرقية، حصل على سليمان مصطفى سليمان عبد الرحمن، حصل على مجموع 622 بنسبة مئوية 92.84%. الرابع الطالب هشام إبراهيم موسى شعبان من بني سويف، حصل على 619 بنسبة مئوية 92.39%. الخامس أحمد بكري أحمد عبد العزيز، أحمد بكري أحمد عبد العزيز من بني سويف، حصل على مجموع 617 بنسبة 92.9%. وعندنا الثاني هو مقرر، حصل على نفس المجموع الذي حصل عليه الطالب الأول. نبارك لأبنائنا من الشعبة الإسلامية. أخيرا أوائل الجمهورية من الطلاب المكفوفين. الأول الطالب محمود أحمد عبد الوهاب الدقن من منطقة الشرقية، حصل على مجموع 570 بنسبة مئوية 90.48%. الثاني الطالبة هدى عبد الحميد علي فتح الله، هدى عبد الحميد علي فتح الله من منطقة كفر الشيخ، حصلت على مجموع 538 بنسبة مئوية 85.40%. الثالث الطالب محمد يوسف أبو الفتح الكفوري من الغربية، حصل على مجموع محمد يوسف أبو الفتح الكفوري 534 نسبة مئوية 84.76%. الغربية. أربعة الرابع الطالب كريم عارف فوزي عارف الكامل، كريم عارف فوزي عارف الكامل من الغربية أيضا، حصل على مجموع 524 بنسبة مئوية 83.17%. الخامس الطالب سراج الدين حسن شيخون أحمد، سراج الدين حسن شيخون أحمد من منطقة سوهاج، حصل على مجموع 514 بنسبة مئوية 81.59%، ويحتل المرتبة الخامسة. نبارك لأبنائنا وبناتنا الناجحين، ونخص طالبات بنات الأزهر لتفوقهم على الطلاب. إن شاء الله غدا سيتم إعلان النتيجة العامة للجميع بإذن الله، وأعتقد أن هذا إنجاز يحسب لقطاع المعهد البصرية والعاملين في لجان الكنترول ونظام المراقبة والرصد والتصحيح للعمل الدؤوب الذي تواصل ليلا ونهارا. نقدر لهم هذا المجهود الشاق، يعني نعتقد انهم من بدايه اعمال الامتحانات ربما لم يذهبوا او قبلها لم يذهبوا الى بيوتهم، يعني الا زائرين في اوقات الضروره يعني، ورئيس قطاع المعاهد يتابع معهم، وبعض المواد
تم إعادة تصحيحها أكثر من مرة للتأكد من أن الطالب يعني أخذ حقه كاملا. تمت مراجعة نماذج الإجابة، وإذا كان هناك بعض النقاط المحتملة حسبت لصالح للطالب لمصلحة الطالب، فنتأكد تماما أن الطلاب يعني أخذوا حقهم. أيضا كان التوجيه باستخدام الدرجات المتاحة وفق القانون للرأفة للطلاب متى كانت يعني تفيدهم وفي إطار اللوائح والقوانين، لأننا دائما نسعى لمصلحة أبنائنا وبناتنا، وكل ما يتم من تدابير هو لمصلحتهم والارتقاء بمستواهم العلمي حتى تيسر عليهم يعني الدراسة في الجامعة، وحتى يتمكن الطلاب الذين يدخلون الكليات العملية تحديدا من المضي قدما في دراستهم دون أي معوقات. وأعتقد أن الطلاب الذين اجتهدوا وجدوا اجتهادهم وأخذوا فرصتهم، ولم يأخذ أحد الفرصة التي كان ينبغي أن يحظون بها. وأعتقد أن أيضا نتائج التنسيق في الجامعة هذا العام ستشير إلى مدى التطور الذي تم في عملية الامتحان. نتمنى دائما التوفيق لأبنائنا وبناتنا، ونوصي ونلح عليهم في الرجاء من الآن يستعدوا للعام الجديد، لا سيما ومناهج جديدة ستكون في أيديهم هي مبسطة وميسرة إن شاء الله. نبذل كل ما في الإمكان وفي الوسع لتسيير العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب وما يحقق طموحات أولياء الأمور وبما يحقق طموحات الأزهر وشيخ الأزهر والقادمين عليه وبما يحقق ما يرجوه الكافة من مؤسسة الأزهر الشريف. كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم.